سنين جالس وتزوجنا وطلقنا وخلفنا ويلا حبيبتي كل ريكورد بعطيك. روان بن حسين تعلن طلاق بسمة بوسيل من الفنان تامر حسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة سيف ترند. نشرت الفنانة روان بن حسين فيديو بيجمعها مع بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني وكلام عن الطلاق، وده كان في فيديو قصير وهيظهر قدام حضراتكم دلوقتي. دريجة لا لا دريجة دريجة شوية مصري عشان مصري مصري نورتي وحشتيني عمري قلبي. انا روان من لندن، من ايام لندن صح؟ راحت سنين وتزوجنا وطلقنا وخلفنا يلا. وزي ما حضراتكم شفتوا الفيديو ده كلام بسمة بوسيل وروان بن حسين عن الخلفة والجواز والطلاق. وطبعا الخبر اللي اعلنته روان بن حسين سبب غضب واستياء ناس كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس من هنا بدأت تتقسم نصين، نص مصدق الموضوع والنص التاني بيقول لا ده هي تقصد نفسها. وده اللي وضحته بعد كده بسمة بوسيل وفضحتها وقالت نفاق ولم بين الحب، واضح ترى ان بسمة مطلقة من تامر وكل سوالفهم تمثيل، وتعرفون هالشي من لبسها الفاضح جدا اخر فترة، وتعرفون انه تامر له حدود معينة بهذا الشيء. وبرضو كان انتشر اخبار في الفترة الاخيرة عن طلاق بسمة بوسيل من الفنان تامر حسني وارتباط تامر حسني بالمغربية جليلة، والكلام ده كله ملهوش اي اساس من الصحة. تامر حسني مازال عايش مع زوجته بسمة بوسيل ومفيش لا طلاق ولا ارتباط باي حد تاني. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص طلاق الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل. ولحد هنا بقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. ياريت فضلا امرا ما تنساش تدعم الفيديو ولايك، وتشرفنا بالاشتراك في القناة. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.